صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمع الجمع ما تزينت بالنجوم السماء. صلي يا ربي ثم سلم على شفاء وعلى الآل والصحابة جمعنا جمعنا ما تزينت من نجوم السماء. كان يدعى قنان فأعتق لما أيلعت من نخيله الأغناء. أفلا تعذرون ذكره العرواء. صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. كل داء أكبرته أطيبة وإساءة وعيون مرت بها وهي رمد فأرانها ما لم ترى الزرقاء. صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق الصفوة. صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. موطئ الأخمص خطب المحراب والحرب كم دار.
تال الوجوه إلى ما جولي عن ملأتها الأصداء صورا منه أشبهت صورا من نوامل النظائر النظراء صل يا ربي ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء والأقاويل عنده فياك الحب والنوى أجب الزور طاع منه سنابل وزكاء فأطالوا به التردد والراي فوقالوا سحر وقالوا افتراء صل يا ربي ثم سلم على من هو لخلق رحمة وشفاء العقول على عين من فماذا تقوله النصحاء صل يا رب ثم سلم على من هو لخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم بالسماء قوم عيسى عملتم قوم موسى بالذي عملتكم الحلفاء صدقوا كتبكم وكذبتم كت فهم إن بل بئس البواء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا حتى جحودكم لاستوينا وللحق بالضلال استواء ملكم إخوة الكتاب أناسا لسيوحل الحق بكم إخاء صل يا رب ثم سلم على من هو للحق رحمة وشفاء وعلى آل والصحابة جمعا صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت للنجوم السماء وسمعتم بقول أبناء يعقوب أخاهم وكنه الصلحاء حين ألقوه في ورموه بالإفك وهو براء صل يا رب ثم سلم على من هو لحق رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء فتأسوا بما مضى إذ ظلمتم فتأسن النفس أتراكم قد فأيتم حين خانوا أتراكم أسانت
ذات فما زال بها عن عيونهم واشفاهم او يقولوا الغي ناس فما لي قل عما تقوله صماء الله صل يا ربي ثم سلم على من هو لخلق رحمه وشفاء بالنجوم السماء الله عرفوه وأنكروه وظلما كتمات شهادة الشهداء أو نور الإله أطفئه الآب وهو هو الذي به يصطفى الله صل يا ربي ثم سلم على من هو لخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة.
سالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير مال فلا تجام ولا امتئم هم الجبال فسار عنهم مصادمهم مدى رأى منهم في كل مصطدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسار وسال بدرا وسال أحدا فصول حذف لهم أدهى من الوخم المصدر بضحور بعدما وردت من العدا كل مسود من الرمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بسر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعزم إن قام في جمع الهجاء خطيبهم تصاممت عنه أرض سمة الصمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك السلاح لهم سما تميزه والورد يمتز بالسما عن السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأنجام كل كمين مولاي صل وسلم دائما أبدا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تهدم من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه من كل منتقم مولاي صل وسلم بك يا خير الورى شربا الله حافظه من كل منتقم من يعتصم بك يا خير الورى شربا الله حافظه من كل منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن ترى من ولي غير متصل به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحرز ملتهم كالذي حل مع الأشبال في أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جدلت كلمات الله من جدر به وكم خصم القرآن من خصم كفك بالعلم
على حسب العصيان في القصة
Yes.
محمد جاء بالآيات والحكام. يا ربي صل وسلم ثم بارك على نور الهدى أحمد المختار في القدام. بمحمد اليوم بعث الناس شفيعون، محمد نوره الهادي من الظلام، محمد قائم لله ذو همام، محمد خاتم للرسل كلهم. يا ربي صل وسلم ثم بارك على نور الهدى أحمد المختار في القدام. يا ربي صل وسلم ثم بارك على نور الهدى أحمد شفعنا رسول الله. اللهم صل على من شفعت الأسرار من وحال التوحيد، وأغرمني في عين بحر
آسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في زنزان والمقام والكعبة والحرام أمتنا مسلمين يا رب العالمين. في زنزان والمقام والكعبة صلي يا ربي ثم سلم.